سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. مازلنا في التدابير لتخزين المواد اللي نحتاجوها بزاف. الوغ وصيت معكم كيفية تخزين الليمون في المجمد، كيفية تخزين الطماطم في المجمد. اليوم حنعطيكم بعض التدابير لتخزين بعض الحاجات نحتاجهم في شهر رمضان المبارك. حاجة يعني حاجة جد سهلة وبسيطة، لكن تساعدنا في رمضان نقصوا المصروف في هذاك الوقت، نصيبهم شغل جونا شغل حسانه هكذا ما نحسوا لهمش. الوغ على بركه الله حندير لكم بعض التدابير، حاجه حلوه. حنبدا معكم البنات بالتمر والعينه والزبيب. العينه والزبيب حاجه عاديه والتمر حاجه عاديه، وكذلك حندير لكم كيفاش نخدموا التفاح ونخزنوه في المجمد باش نصيبوه ان شاء الله للحم الحلو ان شاء الله. كيما الزبيب عادي شلناه صفيناه حطيته يقطر، نشفته مليح البنات، شوفوا نشفته مليح هكذايا، شوفوا حتى نشف لي ولا عادي، ونحكم ساشي دو كونجيلاسيون فوالا، ونفرغو هكذايا ونغلق عليه البنات. شوفوا كل واحد يشري حسب الامكانيات. نوعية الزبيب كاين عدة أنواع، كاين الغالي كاين الرخيص كاين هكذا البنات، ونحطوه في المجمد بنفس الطريقة تانيك للعينة. لعل تدبيرات تفيدكم إن شاء الله. فوالا العينة تانيك شللتها ونشفتها ونحطوها في الكيس البلاستيكي ساشي تاع كونجيلاسيون. فوالا كل واحد كيفاش يقدر، كاين يدير طل كاين يدير كيلو، كل واحد كيفاش ياكل الحم الحلو. صراحة حنايا الحم الحلو ما يخطيش المائدة على طول شهر رمضان الكريم. واش نديرو كميات كل يوم، شتو كيما الشلاضة هكذاك، كيما الشلاضة كل يوم نديرو كمية هكا دوزاسيات صغيرين فوق طاولة الإفطار. هذه هي فوالا، شوفوا هذه الطريقة هكذا البنات نحطوهم في كونجيلاتور. نروحوا للتمر، صدقوني التمر انا ما كنتش نديرو، لكن عن تجربة حنكونجليو التمر يقعد هو صدقوني يقعد هو. شوفوا لابخوف، شوفوا انني نكونجليا التمر، شوفوا ديجا شوفوا لافابور كي خرجت فوالا كونجيلاتور. شوفوا التمر تاعي، شوفوا لاكلاص كيما راكو تشوفوا لا غلاص راهي فيه، قعد لي التمر هو صدقوني. شوفوا قعد هو نوجد النقص لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. على بالكم في شهر رمضان التمر يولي الله المستعان. الوغ طريقه جد سهله، نحكموا اون بواط هاد العفايس هادو مع لي تيج ولا ميشافه، نخلوهم هكذاك نقصوهم فوالا، يزيدوا شبه فوق طاوله الافطار. فوالا شوفوا البنات هاد العرجون هكذايا نقسمو اون دو، نصيبو هو هكذايا نصيبو هو. لا كانوا حبات شوفوا هنايا هذا تانيك نقسمو اون دو فوالا، لا كانوا حبات نخلوهم هكذا البنات، نخيرو الحبات الشابين فوالا. طريقه جد سهله ونتيجه يعني تقعد هي هكذا البنات. نغلقوه باحكام ونحطوه في المجمد. الوغ البنات دوكا نروحوا لطريقه تخزين التفاح، راهو رخيص شويه البنات كيما زوج كيلو فانيل فوالا كيلو 10000، انا شريت زوج كيلو حنخدمو نوجدو نكونجليه ان شاء الله، كي نطيبو اللحم الحلو البنات نطيبو اللحم الحلو الحبات يقعدو لنا هما. الوغ واش نحتاج البنات؟ نحتاج تفاح، كميه من التفاح، نحتاج سكر المائدة، نحتاج قرصة تاع سكنجبير ملحي، نحتاج الليمون، نحتاج عود قرفة، يعني نقول عود قرفة ماشي غبرة، ونحتاج نجمة الأرض فوالا هذه هي شوفوها فوالا هذه هي، ونحتاج الماء. ألوغ البنات في ريسيبيون ولا ليان ندير ماء الحنفية، نعصر فيه كمية من الليمون فوالا، ونحط هذاك اللي عصرته نحطها لداخل فوالا هكذايا باش ما يكحلناش التفاح تاعنا. نحكم الحبة تفاح تاعي البنات
شوفوها، خيرت حبات صغيرين وفيهم هذا القطمير هذا. يعني ماذا بينا ما نحافظوا على هذا القطمير باش يزيد لنا ديكور. نقي التفاح تاعي كما راكم تشوفوا، ولا لاحظتوا القشور اني نديرو هنايا. قولوا لي علاش، لان حنديروا به لا جولي كما درنا بالاجاز. قلت لكم بذور التفاح وقشور التفاح والاجاز فيهم البيكتين. فوالا نحاول نحافظ على القطمير هذاك. شوفوا فوالا، شوفوا كيش نقيتها هنا البنات. نحاول فوالا هكذايا ونحفر لداخل شويه برك. شوفوا نحي نحي البذور، لكن حافظت على شكل التفاحه. شوفوا هكذا البنات، نوسيلها شويه ليمون، يعني ليس ضروري باسكو الماء، ونرميها في الماء تاعي بالليمون. بنفس الطريقه نكمل نقي الحبات تاعي بنفس الطريقه. شوفوا اني نقيت التفاح تاعي، قلت لكم هنا من تحت نحاول نخويها هكذايا ونحافظ على شكل التفاح. شوفوا التفاحه تاعي، نحطها في الماء والقرص، نكمل الحبات تاعي كاع ونولي لي. فوالا انا نقيت التفاح البنات وخليته في الماء والقرص. شوفوا البنات، شوفوا القشور تانيك. قلت لكم كيما درنا معجون التباسة تاع الصفرجل، انه الصفرجل والاجاس والتفاح يحتوي على ماده البيكتين. شوفوا هنا كذلك حنضرب عصفورين بحجر واحد، حنوجد التفاح للحم الحلو، وهذا حنخدم به لاجولي التفاح. نحكم طنجره البنات تكون ثقيله، ندير هذوك القشور فوالا، نحكم كميه من الماء فوالا، ماشي بزاف البنات، جوست يتغطى قشور تاع التفاح. فوالا نزيد البنات طرونشة قرص ونحطو فوق الفرن، نحطو يغلي. دوكا البنات نوجد السيرو تاع التفاح تاعنا. نحكم طنجرة البنات تكون ثقيلة. فوالا نحكم السكر تاعي، كل كاس سكر 220 مليلتر يعادلو 3 كيسان ماء. هاو الكاس الاول، الكاس الاول نديرو في الطنجرة، نزيد الكاس الثاني. انا درت زوج كيسان سكر، نضيف الماء. قلت لكم كل كاس سكر ندير له 3 كيسان ماء، يعني درت زوج كيسان سكر ندير 6 كيسان ماء. الكاس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. انا درت زوج كيلو تفاح، درت زوج كيلات سكر وست كيلات ما لا درتو نصف الكميه، نقصوا الكيله ولكم لكم الاختيار في الكيلات تاعكم. الوغ نحرك، نحركو ملاح مباشره الى الفرن. بعد ما غلت الشربات تاعنا 5 دقائق البنات لا زياده ولا نقصان، حنضيف لها نجمة الأرض. شوفوا العود القرفة قسمته، درته صغير، نديرو في الماء كذلك، ونزيد قرصة زنجبيل، نخلط البنات. القرفة تعطينا اللون شباب، تقدروا تانيك في بلاصة الزنجبيل ديرو الزعفران يعطينا هذاك اللون الأصفر. ويسك عندي كمية كبيرة من التفاح زوج كيلو، حنوزعو على العلب، حندير نجمة الأرض الثانية. صافي درت زوج، لكن عندكم كمية قليلة ديرو حبة. هكذا البنات نزيد نخليه يغلي 5 دقائق فوالا. أو ميم طون البنات القشور وبذور التفاح راهي تغلي، راهي طيب. شوفوا البنات، شوفوا الماء كيفاش ولانا شويه ثقيل. ما يهمناش القشور ولا الطيب ولا لا، المهم الماء تاعنا
تشوفوه ولا اللون شغل اصفر كيما راكو تشوفوا وثقيل. هنا نطفي عليه. فوالا البنات تو زاد غلا 5 دقائق ثانيه. في هاد المرحله البنات نرمي التفاح ديالي. شوفوا مالغري طولنا نطيبوا الشربات تاعنا الى انه التفاح قعد لونه هو هو ما كحال ما تبدل اللون تاعو. نبدا نحط الحبات تاعي البنات بسم الله في السيرو تاعي هكذايا حتى نكمل الكميه. حاولت نحافظ على هاد القطمير تاع التفاح هكذا البنات. نخليه يطيب براحته نغطيه ماشي يطيب يطيب حتى يتخطخ كامل. المهم الحبه تكون شاده روحها. التفاح فوالا واش حندير البنات حنحاول نوزنه نصفيه ونوزن. شوفوا كي ندير زيرو فوالا نحط صفايه ونرمي هذاك القشور. ما نحتاجوش البنات نحتاج هاد السيرو تاع القشور الغني بماده البيكتين. فوالا البنات اني صفيتو. شوفوا الميزان شحال جا 447 نفس الكيلو 447 حنديروه فوالا 447 حنديروا نفس الكيلو سكر. لصبنا هنا 500 غرام نديروا 500 غرام سكر. لصبنا كيلو ام هاد السيرو نديروا كيلو سكر. ان شاء الله واضحه المعلومه. فوالا حنوزن 447 سكر نفس الكيلو. نضيف السكر حتى نوصل 447. فوالا 44 48 لا بأس. فوالا نفرغ هذاك السكر مع الماء اللي غليت فيه القشور التفاح وبذوره. السكر مع هذاك الماء تاع اللي غني بالبيكتين من بذور وقشور التفاح. فوالا هكذا البنات نفرغوا في الطنجرة ولا الكاسرونة اللي طيبت فيها القشور مباشرة الى الفرن حتى نتحصل على لاجولي بذوق التفاح. امطاب لي طابوا لي التفاحات ديالي نحاول نحيهم ونحطهم في اون اسيت هكذايا. اني نحيت حبات التفاح ديالي كامل. شوفوا يطاحت لي. شوفوا جوست دخلوا الموس يرشق لنا الموس صافي راهي طابت. شوفوا البنات الموس يدخل بكل سهوله. قلت لكم ما نخلوهاش تتخطخ جوست طيب لنا نطفو عليها نخليه يبرد البنات. والشربات تاعنا راهي من جهه ثانيه اي طابت لي لا جولي البنات. شوفوا اللون تاعها شوفوا القوام تاعها بالرغم انها تغلي. في هذه المرحله نطفي عليها. اي طابت لاجولي ديالي بقشور التفاح وبذورها. شوفوا البنات بالرغم انها راهي سخونه نحكم علبه معقمه كما درنا في السفرجل. فوالا حاول البنات شوفوا القوام تاعها لاجولي بزاف بنينه بالتفاح. نستعملها البنات بين صابلي نشربوا بها الكيكات نديروا نقدروا نديروا بها واش حبينا. فوالا نخزنوها كذلك في الثلاجه. انا ديجا عندي الله يبارك تاع السفرجل وتاع الايجاس وعندي تاع هديه التفاح. شوفوا القوام معايا بالرغم انها راهي سخونه. يعني هنا البنات ضربنا عصفورين بحجر واحد لاجولي والتفاح للحمل الحلو. فوالا البنات نغلق عليها باحكام ونخليها تبرد. شوفوا بالرغم انها سخونه راهي ثقيله. شوفوا اللون تاعها بزاف شباب. فوالا هذه هي لاجولي تاع التفاح. نروحوا البنات الحبه تاعي تاع التفاح سيرو تانيك البنات. شوفوا بسم الله ما شاء الله
شوفوا كيش جا السيرو تاعي، شوفوا اللون، اللون الدوغي هذاك، اللون الذهبي اللي خرج لي هكذا. انا خليته يبرد، نحكم علب بلاستيكيه. شوفوا العلب تاعي فيها الجو هذا، باش نغلقوها باحكام. نرفد الحبات تاعي البنات، حبات التفاح ما نشدوهمش بيدينا باش ما يقراصوش. شوفوا الحبات تاعي بسم الله ما شاء الله. تقدروا الحبات البنات ديروا في كل علبه على حسب عدد الافراد، فوالا، ولا تحبوا ديروا في العلب كيما انايا هكذايا. نكمل شوفوا شحال شباب راهم حاكمين روحهم تفاحات تاعي، فوالا. وكي نطيبوا البنات الحم الحلو ونطفوا عليه ويتجمر لنا، نجبدوا الحبيبات تاع التفاح تاعي وشري شويه سيرو تاعها ونديروه في الحم الحلو. نكمل نعمر لي بواط تاعي ونولي لكم. كي فوالا البنات، انا عمرت العلب ديالي فوالا هكذايا. السيرو هذاك شوفوا بسم الله ما شاء الله، ندير كميه من السيرو هذاك فوق التفاح ديالي. شوفوا كاش خليته خاطر، وزيد كي يزيد يبرد يزيد يختار. شوفوا البنات، شوفوا هدية في طبق التقديم. ولا البنات شوفوا التفاح تاعي نخزنوه في الكونجيلاتير. شوفوا بسم الله ما شاء الله، اللون تاعو ما تبدلش، الحبه تاعي قعدت الله يبارك. السيرو تاعها شوفوا الله يبارك. تقدروا تديروا طاجين ثاني، طاجين تفاح هكذا البنات تحطوه، وعلاش لا يجي بزاف بنين. نغلق عليها باحكام، فوالا نغلق عليها البنات ونحطها في الكونجيلاتير ولا في الثلاجه. ميم كي تكون عندكم مناسبه بايزومب هكذا عشاء ولا فطور ولا تحبوا ديروا الحم الحلو، ديروا هاد الطريقه. البنات نقسم معكم باش تشوفوا القوام. شوفوا البنات التفاح تاعي كاش طايب بسم الله ما شاء الله. شوفوا حتى الداخل، شوفوا اللون تاعو. قلت لكم نطيبوا الحبه ونحافظوا على الشكل ديالها، فوالا. صحه وهنا على قلبكم، شهيتكم بالجنه. تقدروا تاكلوا حتى هكذايا يجي بزاف بنين. بعض التدابير اللي حضرناهم لشهر رمضان، شوفوا البنات فوالا. حضرت معكم البنات تفاح، طريقة تحضير التفاح وتخزينه لنديره مع الحم الحلو ولا طاجين التفاح. ضربنا عصفورين بحجر، خزننا التفاح، نقصنا المجهود في شهر رمضان، وبقشور التفاح وبذورها خدمنا ألد لاجولي بزاف بنينة بخلاصة البيكتين الطبيعية. كذلك حنكونجليو الزبيب، حنكونجليو العينة، كذلك التمر. وريت لكم في بداية الفيديو كيفاش التمر يقعد هو في الكونجيلاتور. البنات ان شاء الله هالتدابير ان شاء الله تخدموا بها وتسهلكم الامور، نقصوا المصاريف. كذلك على بالكم بلي التفاح يولي غالي في شهر رمضان، التمر كذلك، العينة والزبيب، الله المستعان. حتى لاجوليا، حتى لاجولي، المايزينا، جميع المستلزمات الحيوية في الاسبوع الاخير من شهر رمضان، يعني الله المستعان. فوالا البنات، لا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناة، وبكم استمر. دخلوا تيك توك، دخلوا الانستغرام البنات، تصيبوا غير جديد ان شاء الله. بالرغم من الظروف الصحية مازلني معكم، دعواتكم لي بالشفاء ان شاء الله. نحبكم بزاف ودمتم احلى متتبعات. سلام.